جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تصف نفسها وتقول: إنني امرأة إن شاء الله محافظة على الحجاب وملتزمة إن شاء الله تعالى، ولدي بعض البلايز الفناجل أكمامها ليست طويلة إلى آخر اليد، بل هي أسفل من الكوع بجزء يسير، فهل يجوز لي أن ألبسها أمام نسوة دون اختلاط بالرجال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواز يجوز هذا عند النساء، ولكن الأفضل والأولى أن تلبس لباسا معتادا. أما اللباس غير المعتاد وهو ما يكشف الذراعين أو الساقين عند النساء فهذا لا ينبغي، لأنها تكون قدوة، وربما يتساهل من يراها من النساء ويتخذها قدوة، ربما يتساهل ويتخذها قدوة ويحتج بها. الأولى التحفظ والتستر، وألا تكشف المرأة عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وشعرها وكفيها قدميها، الذي جرت العادة بكشفه في محيط النساء.